الصلاة والسلام على خير آله وآله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى الجميع المقاسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولو شك قماني بو وهو ساجد استزديبو هل ركع ركوع برديان ايه ده بيسبك وهشت تو ركوع عبه لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع ايه هدي اقا هلو دقي او هشت تو اطر ركوعي او هرنستو نابي ولا يجوز له القيام راكعا او هلو دقي هشت تو العردي حتى او قيامي حتى الركوعي او نابي شنك هوي قالك اه هوي قالك شنشي هات نخواري لركوعي نكرديا بلا قربان باشا ادي ولو سزدي نهات اخواري وش لو سزدي هات اخواري او هوي هوا دار حسابنيا وانما لم يعسب هويه عن الركوع كما في الروضه والمجموع الروضه والمجموع ايش دار حسابنيا كنجي لو موزوعي فيما لو تذكر في السجود انه لم يركع لو موزوعي هو موزوعي ميا هو موزوعي ميا للروضه ولا المجموع ايش دري لو تذكر في السجود انه لم يركع بلي. او هوي الركوع اي لو حسابني دبي الا لسجدي هستي توبي او ها او زبست ركوعي هوي هو عن الركوعي تحسب اخوان تقول درزن يا هر او قصيدك كبر لسجدي اي اي لسجدي وبيري هات وركوع قمانية هي ركوع برجان بردية دبي هستي توبي أوها قائما قائما أو زبست الركوع هدي قال له دقيرة أوها بيت نابي لو نابي شنشي أوها ويه حسابني أوش أو بح سيدك وإنما لم يعسب أو زا دليل كي ما عشت أنا ما نقول يا لبادر لأنه صرف هويه المستحق للركوع إلى أجنبي عنه في الجملة سنشي هوية كي أو لو سزدي بردي لو سزدي بردي لو هوية كما لو حساب نقل وإنما لم يعسب هويه عن الركوع كما في الروضة للروضة ولمزموع يجدر لم يعسب فيما لو تذكر في السجود أنه لم يركع كذا كموزع ما ومنازعة الزركشي كالأسنوي فيه مردودة إسنوي وزركشي قوتي تان حسابا سيوان مردودة لو أما حساب ما نكرد وإنما لم يعسب لأنه لبرسيا لبرسيا صرف هويه المستحق للركوع أو هوية لو مستحق الركوعية إلى أزنبي عنه لو اشتشي أزنبي لو ركوعي في الجملة لبي أزنبي ولو ركوع السجدة هو دك تسيون أخوارا ولو تسيون أخوارا السجدة سيوازة دك تسيون أخوارا ركوعي أو زلو لو كأنه زركشي وإسنبي برين يلزم من السجود الركوع كأنه آن ودري عن هبيل دري إذ لا يلزم من السجود من قيام وجود هوي الركوع شرنيا أتو دابزيل وسزدي عيني دابزين الركوع شرنيا شرنيا لازمناك دري يتأمل وتزيد في الرازينين أوانا دري أتولو سزيت شو خواري أو شو نخواري ركوعي فرق إيسيا بس دري شارع دفرمي لا يلزم من السجود من قيام وجود هوي الركوعي مزور يكاد دري يعني إذا كان يصلي قائما لا يلزم أن يهوي للسجود هويا يصلح للركوعي لأنه يجوز أن يهوي للسجود بإنخناس فصار هويه للسجود ولو بانخناس خالصا اجنبيا عن الركوع. سن خواري سزدي جاوزا دك سن خواري الركوعي. كابر بانخناس بيوتشي بدون سن شخوين السمان او هاد سن شخوين السمان راس شو دانشت. شو سزدي؟ هو درستا. هو الركوعي درست. هو سزدك بو هوي سزدي هوي الركوعي نيا. او عيني تواوق سكا او انا لان شوايا حاشيه كان بس مزوريه كزور زوان رقي خستي عادتي ويا ما دام ابن قاسم احترازي قلت او الا تصادق كانت لان انا عزاعي بيساكر دي زور اذ لا يلزم من السجود من قيام
وجود هوي الركوع وبه يفرق بوقسي كقوتمان لا يلزم من هوي في سجود الهوي للركوع بين هذا لبين إيرك لومان حساب نكر وما لو شك أو جاري كابريا قماني لبيابو غير مأموم مأموم نية بعد تمام ركوعه بعد تمام ركوعه الركوع إخلاص بو في الفاتحة قماني لفاتحة بو مأموم نية نفرق اعتيادي وكابريا شو اعتيادي لو خطو نجد ذكر نجد ذكر ركوع التواوكل ركوع نتزاني فاتحة خين ديانا إيه سدكي شك في الفاتحة دايبو قريوا وش دمديني فعاد للقيام سوى قيامه اي ثم تذكر انه قرا وشو قيامه ببيري هاتوا انه قرا اي او ركوع دمدينه فيحسب له انتصابه عن الاعتدال وش قد بيقول ركوع او هاكوت الفاتحه يدخينهم او لو تبدا تسمي الله لمن حمده سمك سمك قيامها قيام قيامها قيام وشي استزدينية وشي ركوعينية ركوع بإنخناس نابي هذا دبي ركوع شي خاص هيا بس قيامها قيام تلو فاتحي أستها سمع الله لمن حمدش هر وشي بيا أو يك وما لو قام كابره شي دي هر استاوى من السجود لسزدي اي يظن ين بظني يظن معنى وهو يظن وما لو قام من السجود يظن هستاوى للسجدي ان جلوسه للاستراحه ليوابي زلسي استراحته كذاك بعد السجدتين وايزاني وايزاني او التشهد الاول يعني وايزاني تحياتي كما فبانا لدي له معلوم به أنه بين السجدتين فبان أنه بين السجدتين لدي له معلوم بجلوسي بين السجدتين أو للتشهد الأخير يعني تشهدي أخيري أو له حسابه أو دانشني له حسابه لدي وش دانشتوا أو جلوسي له بجلوسي بين السجدتين وتشهدي أخيري حساب دبي وذلك له هو حسابه لأنه في الكل سنشي أوانا هموي أو دمي ديني وشي هرستاو لو فاتحي لو من باعتدال حساب كد أو إستا كهستاو كهستاو وايزاني جلوسي استراحة لدوها معلوم بو جلوسي بين السجدتين يعني جلوسي تشهده أو جلوسي سجدتين أو تشهده أو قيامي كلو قنوتي كد لأنه في الكل لم يصرف الركن لأزنبي عنه سرفين كل شيء أزنبي وشي سازدكي أول زار نية فإن القيام في الأول قيامي وشي هلو فاتحي هستاولو اعتدال من حساب كرد والجلوس في الأخيرين أو جلوسي ككردي لو دوي دوايي جلوس هر جلوسة واحد قيامي جيكا وجلوسي جيكا وإنما ظن صفة أخرى هر أولو خوتي قيشتيا لم توجد صفتك شي غرده فلم ينظر لزنه زن كيبي تسنيا بخلافه في مسألة الركوع برل ركوع ونيا أولو سازديت لو سزديتو شنو سزدت زدادك شنو ركوعي فإنه بقصده الانتقال للسجود لم يتضمن ذلك قصد الركوع قصد الركوع نكرديا لو دقيها استوى نابي لما تقرر أن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه دم يديني شو ماكو وبه يعلم بوقسي راد زانم أنه لو شك قائما كابراك لبيوا قمانبو في ركوعه لو شك قائما في ركوعه يعني لاعتداله لسمي الله لمن حمدي نيزاني ركوعي برديا يعني برديا فركع سوى ركوعه ثم بان أنه هوي من اعتداله لدوائي وايزاني معلوم بك ركوعي كرديا ركوعي كرديا لم يلزمه العود للقيام في إذنك بقرته له قيامه بل له الهوي من ركوعه هل الركوع رابها الرخوار درست له لأن هوي الركوع
بعض هوية سجودي بعض الركوع بعض هوية ركوعي بعضك له هوية سجودي ليرانا ليرانا له ركوعي هات أخواني إيه هلا ركوع كشي تواكر ديا أو غرد ولا يبي ركوعي نبر ديا هلا الراس بقى مستصص دي أو ركوعي له عسامة بالعكس دروزني بقى ما بلدرسته صصدا وبدل ركوع هناك بدل ركوع وبدل صصدا لك عافية فلم يقصد أجنبيا كما تقرر فتعمل ذلك كله فإنه مهم وبه يتضح أن قول زركشي زركشي دقي إسلامي على أول الرأوى المخالفة أو أندر القمورة لو هوي إمامه إمام إمام سخواري فظنه يسجد لتلاوتي أتواتي قشتي أو سجدت تلاوتي فتابعه سوي بجد كد أول لدري خود سجدت تلاوتي سنة فبان أنه ركع لدبعه وشحات أخواري راس كد يركوع إمام أتو غرده سجدت تلاوة نبو حسب له حسب له لوت حسابة وايد 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 انا زركشي قلت تي حساب اخو ما استقصي زركشينينا واغتفر له ذلك للمتابعه الواجبه عليه دبي التبعيه بك او قصي زركشي وبه يتضح ان قول الزركشي انما يتاتى على نزاعه في مساله الروضه وشد مدينة دي قول له حسابه استجدر حسابه اما نهن جمان حسابك نيست حسابك أما على ما فيها أقب جير الله يبكين بجير ويجدكين فواضح أنه لا يحسب له ولا يحسب سجدت له تلاوتي سوي تلاوتي أزنبيا لأنه قصد أزنبيا كما قررت إباشا أدي أولو متابعة نبو متابعة أزنبينية دلي وزن المتابعة أو وزن المتابعة اعتراض لويك قلتي لأنه قصد أزنبيا كأنه كسك بري قصد أزنبي نكر متابعة متابعة ليس بأزنبيا وزن المتابعة الواجبة لا يفيد هو هيزني كزني وجوب السجود في مسألة الروضة وقت خوي سجد ديزاني واجبة أو زني هيزني فلا بد كوابي كابرة واجبة أن يقوم هستي توبتني ثم يركع أو زدق إمامي بيته وكذا قول غيره قطن وبيه يتضح أن قول الزركشي وكذا قول غيره يعني كذا قول غيره قصي غير زركشيش تيان قطيا لو هوي معه أقر دقر إمامي تسوخواري ظانا أنه هوية للسجود الركن واتي دا قالو سجدي ركنا لو سجدي دستخواري بيشان واتي دا قجلو تلاوتي او زاري واتي دا قالو سجدي ركنا فبات أن هويه فبان أن هويه للركوع معلوم بلو ركوعي أجزاءه هويه عن الركوع ديسان لو حسابا أوان جوان قلت أوان وان قلت يا مواناري لوجوب المتابعة الواجبة في محلها بخلاف مسألة زركشي مسألة أو مسألة زدايا دقى مسألة زركشي زركشي مسألة زني تلاوتي هبو أو زني سزدي واجبي هيا أو هيا معقول يقالك غيرك وان قلت يا أنك وكذا قول غيره لو هوي بخلاف مقول قولي وكذا قول غير زركشي لو هوي معه زانا أنه هوي للسجود الركن فبان أن هويه للركوع أجزأ هويه عن الركوع دين مسألة مزدايا دقر زركشي لوجوب المتابعة الواجبة في محلها بخلاف مسألة زركشي أو قصش ديسان لا تتعتى إلا على مقابل ما في الروضة أو أجلس مقابلك يا أيضا كما علم مما قررته وإشارته والله اللي فرق النسرة برن للفرق بيزوانا وإشارته للفرق بين سورته وسورة الزركشي كأوك قوتي أو غيره قوتي بخلاف مسألة الزركشي قوتي من زيوازة دقاء الزركشي مما يتعذب منه تعذب له تعذب لهما على حد سواء وأكمله أدي أجد زور تواوبي روي نونيا ما مرة تسويته ظهره وعنقه وأكمله مع ما مرة دكتور أوي كان لفيش أو قطمان أو أخو كركيوا تسويته ظهره
وعنقه ظهر عنقه هموي راس بك أوها للركوعه بأن يمدهما حتى يسر كالصفيحة الواحدة للاتباع ونصب ساقيه أولو لا قام سقه وفخذه الراد إلى الحقه حتى إيران ولا يثني ركبتيه بعد سوتش خو نقصني توا لفوات استواء الظهر بيه سوتش بشتكي خوار بيهانجيا وأخذ ركبتيه بيديه أوها جوان بقري ويفرق بينهما هردو ركبتينا بيقوانا نسيني كما في السجود يفرقوا يعني فرق بخا خلوان تفريق فاصلة بخا هم لباب تفعيلي درم تفريق كما في السجود ناري وتفريق أصابعه فانزا كانش أهب برقليك براوي للاتباع فيهما هردو أخذ ركبته بيديه وتفريق أصابعه حسر دويكديا تفريقا وسطا أوها نبي أو أبرك بيني هبيو وسطا للقبلة روشان لقبلي بي لأنها أشرف الجهات بأن لا يحرف لا يحرف شيئا منها عن جهته يمنة أو يسرة نرو لا راستي ببا نرو لا تشوفي بل وقبل بي ومن جملة الأكمل أي الله أن يكبر في ابتداء هويه يعني قبيله فيش أو يخوكور كيبري الله أكبر همزة كبري ويرفع يديه دستخو برزكوها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ونقله البخاري عن 17 صحابيا وغيره غير إمام بخاريش عن أضعاف ذلك قلق لون ده زياتر بل لم يصح عن واحد منهم عدم الرفع نياد أزبرن برزنا كرنا وبسير ركوعه ومن ثم أوزبه بعض أصحابنا هندق لشافعيا هرقوت ينوازبا كرافعه ما في إحرامه كو أول زار داد بستار دست خود برسكر أو برسكر رفعك كوه بأن يبتدئ دا بستنه يقول الله أكبر لهم زي الله إذا قرأي أكبر الراس إيش خلاص ببي تكبيرك خلاص ببي دست برسكر نوك خلاص ببي وش أوها عيني وش تشركو عبري الله أكبر دا قرركو عكي توقع بأن يبتدئ به وهو قائم ويداه مكشوفتاني إيه أوها مكشوفة وأصابعهما منشورة أي مفرقة وسطا مع ابتداء التكبير دق أول تكبير أوها بك فإذا هذا كفاه من كبيه وش دست قيشت إيرانا إنحنى راسخو كركوا مادا التكبير الله أكبر دريش كوبري الله أكبر إلى استقراري في الركوع أولوها باشا لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكره وبنويج نبي بالذكر بحموي وكذا في سائر الانتقالات لهمو انتقالات كان أو الله أكبر لأول حتى آخر بي حتى في جلسة الاستراحة حتى لزلسة استراحته لسزده كأستاه وبرش دانشتي حتى هر دستيو فيو الله أكبر كي دريشكو فيمده أي على الألف التي بين اللام والهاء الله نيا الفيل بين اللام هيكي لكن بحيث لا تزاوج 7 ألفات لحفظ ألفان زيادة النبي إجزاد رجمك لانتهاء غاية هذا المد من ابتداء ربع رأسه إلى تمام قيامه ومن زملتها أيضا أنه يقول بعد استقراره وشتواه راوستا سبره فيه سبحان ربي العظيم وبحمده سزارا وبره ثلاثا للاتباع وصح أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم لآيته واقعة ها؟ إي صدقوا سورة واقعة إي قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم أولنا ركوع دائما سبحان ربي العظيم أو الركوع فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم باشلو أول ركوع أول سجود بي وحكمته أنه ورد أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا أو حديثا أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا لعين استزدي لعمكاتك عبد لخواي نيزيكا فخص بالأعلى لو سبحان ربي الأعلى بري وبي نزاني وتنقي قربك قرب الزيحتا بمتر يد نزيكا وهنا أنا قرب معنوية سبحان ربي الأعلى وبحمده أعلى الزيحان وبدقل أو حديثي يد نشري
فخص بالأعلى أي عن الجهات والمسافات. هوان بتسزان يا ربنا أي عن الجهات والمسافات لئلا يتوهم بالأقربية ذلك. نقول خرب مسافة تبقى أعلى للجهات مسافة. لوي سبحان ربي الأعلى دانا خوش سويس للسزدي للركوعي دانا. وقيل قيل شديد دري أوش هرزوانا لأن الأعلى أفضل تفضيل أفضل أفعل تفضيل وهو أبلغ من العظيم لسبحان ربي العظيم قورترا والسجود أبلغ في التواضع فجعل الأبلغ للأبلغ وأقله فيهما واحدة يكرب ها وأقله فيهما لركوع لسجدي يكزار بري بسا وأكمله أقربتن بزوري بري إحدى عشرة ودونه تسع فسبع فخمس فثلاث فهي عدن الكماله كما في رواية ولا يزيد الإمام عليها إلا بالشروط المارة في الافتتاح أقر زماعة تشخاص أدي أقر منفرد ببتن بارو خد رشكا ويزيد المنفرد ندبان ومثله مأموم طول إمامه إمامك دريشك با مأمومش دريشك لخبره أو هبره بري اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي مشك وعزمي وعصبي دمار وشعري وبشري هموي عصبي ها عصب دمار وشعري مو وبشري وما استقلت به قدمي أبيش هرش أخشع لك عطفل السروان أطفال السروان فاعل خشعية وما استقلت به قدمي أو لسفية من راوستا يعني جميع بدن قدمي بالإفرادي كان خويتي بالإفرادي بري قدمي مري قدمية قدمي مفردة تسنينية وإلا أجر تسنية بايا لقال قدمايا ديقول قدمايا سنش فاعلي استقلت يا برن قدمي أقا مفرد بيوش غلامي إعرابي تقديري هو نحو شد ببيردين توا لله رب العالمين عمو يحولوا أخواي قوليا لورود ذلك كله يعني لله رب العالمين شبيو يسبلي أدي خشى أخر لله رب العالمين لقى عمو يدعي خشى عليك السمعي سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي عموي لله رب العالمين لله رب العالمين لورود ذلك كله وليصدق حينئذ وبقسكش الرازبي أو هابري برباش لو لأن لا يكون كاذبا نقوم بتدرو خشع لك خشع لك سمعي وبصري وهي نقو إيه يعني حقا فيش خوي خاشع كان ها؟ نك بس قصبي يعني إيه خاشع إيه ويا وليصدق لأن لا يكون كاذبا نخو بتدرو لدروه هو بيخشوع كي تواوي كدري خشع لك إلا بزمان نبي بدروش بي لو عد يقى بزمان بي دب تدرو إلا أن يريد أنه بسورة الخاشعي إلا أجا مقصود إلا خشاي أما للسورة عبدك خاشي هنجي ناب تدرو وإنما وزب للقيام أي والجلوس الأخير ذكر أخر أو أنا السنة وسبحان ربي العظيم لو ذكر قيام وازبة كذا كفاتحة التحيات وازبة برم أواني دي سنة لبسيا ليتميزا عن سورتهما العادية وبفرق عن هبي دانشتن وهرستان بخوش تي اعتيادية بخو رادة وستي بخو دادنش اگر ذكرة شخواهينا كي شد الزهنين نويشا بخلاب الركوع والسجودي بران ركوع والسجود كذلك ركوع وكذنابا كذلك شزدين وكذنابا لا سورة لهما عادة يميزان عنها إباش أو الركوع والسجد هدي سبحان سميع الله لمن حمده وألعق بهما الاعتدال اعتدال شرع عيد الركوعية ينعر عايدي قيامها ان عايدي ركوعها والجلوس بين السجدتين اوانش لو خرشناب لان اكتنافهما بما قبلهما وبعدهما شنش اكتناف ينقضي بما قبل وبما بعدي بما قبل وبما بعدي جلوس اكتناف كرديا بما بعدي جلوس اعتدالش
اعتدالش اعتداء بما قبلي كذا كاتن ركوع يخرجهما عن العاديين على تشتشي زيادش من له هيا أنهما جلوس اعتدال أو أنا الركن مقصودنين وسيلتان لا مقصوداني ويسن فيه لركوع كسجدي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتكره القراءة في غير القيام للنهي عنها. للركوع للسجدة وأنا فاتحة قرآن بخيري باشني. يا شيخ اعتدال خوي ركن كو يجي مقصود نية وسيلة. اعتدال خوي ركن كين؟ الركن مقصودي بالذات هي ركن مقصودي بالعرض هي. الدينار ركن قصير أو أنا لا فقهيش دري. أنا مقصود. الله يعني. بالذات بالعرض من الكلام استفاده له فقط